السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحب بكم كلكم في مدينة الإسماعيلية بلدكم الثاني. طبعا الكلمة تتعدى طبعا المقام الكبير الدكتور صحة سالم المقدمة الدينية. يا حي يا قيوم يا خير من دل يا منصف المظلوم يا كاشف الغمة أشهد بيوم الدين وكل من قال أن رسول الله هو خير من هلا. والآن كلمة حب ترحيب السادة الضيوف القاهرة الإسماعيلية من الدكتورة الإعلامية بإذاعة الإسماعيلية منتدى القناة الدكتورة صحة سالم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية دعونا نقف للسلام الوطني لجمهورية مصر العربية. دعوة كريمة من الاتحاد العربي للثقافة والأدب شرفت بيها الحقيقة وأنا متواجدة مع حضراتكم النهاردة لتقديم احتفالية. أنا الحقيقة أخجل إني موجودة الآن على هذه المنصة وأمامي كوكبة من العلماء والمثقفين والمفكرين والعلماء والفنانين والأدباء الموجودين كلهم الحقيقة في تخصصه ومجاله، يعني علم من الأعلام ويشار إليه بالبنات. الاتحاد العربي للثقافة والأدب الحقيقة اتحاد له بصمة ومعتمد رسميا من عام 2020 في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والخارجية المصرية وأيضا من الأمم المتحدة ومن نقابة التنمية البشرية. زي ما هو موجود قدام حال الاتحاد بيقوم بمجموعة كبيرة جدا من الأنشطة والفعاليات المهمة جدا سواء كانت اجتماعية أو ثقافية أو أدبية، سواء في مجال الرعاية الصحية أو في المجالات الثقافية ومراكز التدريب المتواجدة في كل المجالات، أيضا عقد بروتوكولات وشراكات مع الجامعات وسواء كان داخل وخارج الجمهورية، كمان بيمنح شهادات معتمدة الحقيقة وله تشاركات مع جميع الدول العالم، والاتحاد بيمنح دبلومة مهنية والماجستير المصغر وكلها شهادات معتمدة من الخارجية ومن الجامعات. صرح أدبي وثقافي كبير جدا نفخر إنه موجود عندنا هنا في محافظة الإسماعيلية.